السلام عليكم محلل إسرائيلي، نحن أضعف من أي وقت مضى والجيش يرتكب أخطاء خطيرة تصب في مصلحة حزب الله. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال محلل عسكري إسرائيلي إن المجتمع في الدولة الإسرائيلية بات أضعف من أي وقت مضى، بينما يرتكب الجيش أخطاء كثيرة تصب في مصلحة حزب الله. جاء ذلك خلال تحليل لأمير بحبوث نشره يوم الخميس على موقع ولا مع تصاعد التوترات مع حزب الله على الحدود اللبنانية، وتزايد الصدع والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل التي يتظاهر 10,000 الإسرائيليين منذ 27 أسبوعا احتجاجا عليها. وقال بحبوت في مايو أيار 2000 بعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، عرف حسن نصر الله المجتمع الإسرائيلي في خطابه الشهير بأنه ضعيف ويشبه بيت العنكبوت، والآن بعد أكثر من 23 عاما أصبحت إسرائيل في أقرب نقطة من هذه المزاعم التي أطلقها الأمين العام لحزب الله. واعتبر أن ذلك يأتي على خلفية الاختلافات الداخلية والانقسامات الاجتماعية في إسرائيل، مضيفا أنه في ظل هذه الخلفية المقلقة ارتكب جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة بعض الأخطاء الخطيرة والتي من وجهة نظره تظهر الضعف لنصر الله وحزب الله. وتابع بحبوت قبل بضعة سنوات نسب حزب الله لإسرائيل هجوما على قافلة أسلحة على الحدود اللبنانية السورية، نصر الله بالخطأ أو بغير قصد أولى أهمية كبيرة ومفرطة لمقتل سائق الشاحنة، ووصفه بأنه أحد عناصر التنظيم. وتابع لقد رفع حزب الله القصة عاليا لدرجة أنه تعهد بالانتقام بعد فترة طويلة سعى فيها إلى الانتقام، تركه جيش الاحتلال الإسرائيلي ينزل من الشجرة. بعبارة أخرى قال له افعل ما تريد كي تظهر قويا في عيون نشطائك ومواطني لبنان طالما لم يتم قتل جنديا في جيش الاحتلال. ومضى المحلل الإسرائيلي قائلا قبل عدة أشهر قرر عناصر حزب الله لأي سبب كان إقامة خيام على الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة جبل دوف. الإدعاءات والاحتجاجات الإسرائيلية لم تساعد، ترك حزب الله الخيام في مكانها. وقال رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية نحن مستيقظون وحازمون وأقوياء ولا نخطئ، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.